خلينا نروح نشوف فقرة سوشي لاب ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. هنبدأ من الانستغرام لأنه متفاعل بشكل كبير جدا عليه وبيتابع أكرم حسني 2,900,000 متابع وهو بيتابع 805 ونشر حوالي 723 بوست. معظم الصور عن البوسترز وكواليس من المشاهد لأعماله وإعلاناته، وآخر بوست نشره كان وهو في الراديو كتب عليه ويبقى للراديو معزة خاصة عندي. والمعروف عن أكرم حسني بعلاقته الطيبة بأصدقائه من الوسط الفني، فحنلاقي أنه ناشر أكتر من 50 صورة مع الفنانين أشهرهم عمرو دياب، محمد منير، وبيدعم أعمال أصدقائه بنشر بوسترز أو مشاهد لأعمالهم زي شيكو وهشام ماجد وطبعا أحمد فهمي. أكرم حسني وأحمد فهمي صداقتهم استثنائية جدا وبينهم كيمياء خاصة بتنجح أي عمل، ولقينا انه منزل اكتر من 20 صورة ليه والفهم. من الانستغرام للتيك توك بيتابع اكرم حسني 2,400,000 متابع وهو بيتابع 3 اكاونتس بس منهم ابنه ياسين وربا اكرم، وحقق 5,000,000 لايك على التيك توك. من اكتر الفيديوز اللي حصلت على مشاهدات عالية على الاكاونت هو فيديو اغنية لو كنت اللي شاركته فيها الفنانة هيفا وهبي واللي حصلت على 1,400,000 مشاهدة. ومن التيك توك للتويتر بيتابع أكرم حسني على تويتر 1,100,000 متابع وهو بيتابع 604 أكاونت ونشر لحد دلوقتي 28,000 تويت. كده نكون خلصنا السوشيال لاب بتاعنا وعرفنا أكرم حسني بيستخدم السوشيال ميديا إزاي.